استشاري اضطرابات كهرباء القلب واستشاري طب الحالات الحرجه جامعه القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اهلا بيك دكتور. از تشيرمان او كو تشيرمان تشير بيرسون هنا في مؤتمر كارديو اليكس الجديد في كارديو اليكس السنه دي. دايما كارديو اليكس بيجي في الميديا، يعني احنا كنا لسه في مؤتمرات بره وكان الامبرسيف ان انت دايما بتلاقي الكلام اللي موجود بره هو اللي احنا بنتكلم فيه عندنا هنا، وفي اوفرلاب في التوكس، وتحس ان انت فعلا بدل يعني مجرد ان انت بتيجي كارديو اليكس تقريبا يور نوت ميسنج اني ثينج، دايما انت شايف ايه الجديد اللي بيحصل. مجال كهربه القلب مجالي لا يزال هناك دكاتره من بره مصر، من سنترز في امريكا وفي اوروبا بيقدموا محاضرات قويه جدا عن ايه اخر التطورات اللي موجوده في الكلام ده باستخدام تكنولوجيا اوريدي موجوده في مصر وعندنا في ايدينا وبنستخدمها، وفي دكاتره كتيره بيقدروا يعملوها. استخدام الكي بالتبريد في حالات الذبذبه الاذينيه، او الكي باستخدام اساطر اللي بتقدر تحس ضغط الاسطره على القلب نفسه في حالات اضطرابات التسارع البطيني لضربات القلب، كلها موجوده. الاجهزه اللي بدات تتطور اكتر بدات تبقى امنه للرنين المغناطيسي، بدات يبقى فيها الجوريزم علشان تحسن من ادائها علشان حالات الذبذبه الاذينيه، علشان حالات التسارع البطيني تحديدا برضو بدات تبقى موجوده. التكنولوجي اللي احنا نامل ان هي تخش قريب اجهزه منظمات عضله القلب اللي بتتزرع جوه القلب من غير ما يكون ليها اي سلوك بره، بدات ان هي الكلام يكتر عليها، وبدات ان احنا نحاول ندخلها السوق المصري. كل دي من الحاجات الجديده اللي تعرضت في كارديو اليكس السنه دي، وكان محاضراتها قويه جدا بصراحه. دكتور بالنسبه لمريض او اي حد عادي، ازاي يعرف ان هو عنده اضطرابات في كهربه القلب؟ امتى يعني ايه اعراضها؟ امتى يستشير؟ يعرف امتى يستشير الدكتور اضطرابات القلب بالتحديد؟ طيب دي مشكله يعني مزعجة كتيرة لناس كتيرة، ومزعجة حتى لدكاترة القلب، لأن بيبقى فيه تشابه كتير ما بين أعراض اضطرابات ضربة القلب الزيادة وأسبابها. أحياناً بتبقى المشكلة دي ليها أسباب أخرى بسيطة، زي مثلاً أنيميا شوية، أو اضطرابات في الغدة الدرقية، أو لخبطة في المعادن اللي موجودة في الدم، أو حتى مشاكل في المعدة بتسبب اضطرابات. لكن أحياناً بتبقى المشكلة ديت مشكلة كهرباء من القلب فعلاً، آلية الشبكة الكهربية داخل عضلة القلب بيحصل فيها مشكلة بتتسبب بدون اي مقدمات، بدون اي مشاكل، ان المريض يحس بتسارع في ضربة القلب. ممكن التسارع ده هو ما يبقاش مزعج قوي، وممكن يبقى مزعج لدرجة ان هو يتسبب باغماء. طيب امتى تعرف اذا كان ده التسارع اللي انت حاسس بيه دوت هو تسارع سببه مشكلة في كهربة عضلة القلب، ولا تسارع بطيء؟ مبدئيا طبيعي ان الواحد يحصل له تسارع لو عمل مجهود، لو انت مشيت مشوار طويل او جريت او عملت حاجة او حتى قلقت شوية، طبيعي ان ضربات القلب تزيد شوية. دي ما هياش مشكلة، المشكلة اللي بنتكلم فيها هي ضربات القلب اللي بتزيد بدون اي مبرر، يعني تبقى قاعد مستريح تتفرج على التلفزيون فور اكزامبل، ومره واحده تلاقي ضربات قلبك سرعت شويه لفتره تطول او تقصر، وبعدين ترجع تقف تاني لوحدها. دي مش طبيعي، انت مش بتعمل مجهود علشان ضربات قلبك تبقى سريعه. الكلام دوت لو انت طالع سلم وحسيت ضربات قلبك سريعه دي ما هياش مشكله كبيره، لكن كون ان هي تجيلك مره واحده وانت قاعد ديت مشكله. ضربات القلب اللي بيترتب عليها اضطراب في درجه الوعي، يعني مش طبيعي ان درجات قلبك تزيد قوي وتحس بعدها بدوخه، دي مش ضربات قلب طبيعيه، دي حاجه ما يتسجلش عليها، لازم تشوف ضربات القلب. ضربات القلب اللي بيجي معاها الام، بتحس بقبضة في الصدر، تحس بوجع في الكتف، دي نوع من ضربات القلب اللي ممكن تكون سببها مشكلة، ممكن مشكلة تسارع في كهربة القلب نفسها. كده كده أي حد بيشتكي من ضربات القلب لازم تستبعد مشاكل أخرى، لازم تستبعد وجود مشكلة في الشرايين، لازم تستبعد وجود مشاكل في الأنيميا، لازم تكون تستبعد وجود مشاكل في الهرمونات. لكن في نسبة مش قليلة من الناس بتبقى مشاكل الكهرباء. الحاجة الكويسة إن هناك علاجات جذرية للموضوع دوت، يعني ممكن نبدأ بأدوية تجيب نتيجة لفترة طويلة، ولكن باستخدام الكي جزء كبير جدا من الضربات ديت ممكن يتم علاجها بصورة جذرية ونهائية بدون أي علاجات وبدون أي تأثير على حياتنا بعد كده.
فمهم ان الناس تبقى عارفه، مهم ان الدكاتره يبقوا عارفين ان الحكايه ديت موجوده، ومهم ان انت لو بتشتكي من ضربات قلب فعلا بدون مقدمات او اللي هي بتيجي او ضربات قلب بيتبعها اغماء، لازم تشوف دكتور قلب، ولازم يكون الدكتور دوت عنده خبره في كهروفسيولوجيه القلب علشان يقدر يفيدك كويس. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، ربنا يبارك فيك.